we played well when Satif still had 10 against 11 against 11 on the pitch. حضرتك بتقول له عشان برضه عشان ما اسمعش بيقول له انت يعني كسبت عشان انت فرقه الاهلي كانت قويه ولا كانت وفاء ستيف كان هو اللي سيء خاصه بعد الطرد؟ ويا ترى انت شفته بنفس الشكل الخطط انت درسته قبل الماتش لقيته بنفس الشكل ولا كان شكل مغاير؟ بيقول لحياتك احنا لعبنا كويس حتى قبل ما تترد منهم اللعيب، كنا بنلعب 11 قدام 11 كنا متسيدين اللقاء، كنا بنلعب كويس. And we control the game even when it was 11 against 11. وتحكمنا في مجريات اللقاء حتى وكان هم بيلعبوا 11 قبل ما تطرد منهم لاعب. And in football, and if you come here and play us Al Ahly and you get a red card early on a big game like this, of course we will take the opportunity. وطبعا لما تيجي تلعب في كره القدم تيجي تلعب قدام فرقه كبيره زي النادي الاهلي هنا وتاخد كارت احمر مبكر، طبعا انا هتدفع ثمن واحنا هنستغل الفرصه. And you cannot be careless and get a red card and let your team down. ما ينفعش تلعب باهمال وتاخد كارت احمر وتاثر على فئتك، خلي فئتك تتاثر. What would you ask me if we played 10 against 11 and we scored 1-0, what would you say to me؟ كنت هتحصل ايه لو كنا بنلعب 10 قدام 11 ودخل جون، كنت هتقول لي ايه؟ تسالني تقول لي ايه؟ It's football. And the system they expect before the game or the system? Yeah, they have a very good coach. Where is he from? He's good, eh? He's a very good coach. I think Algeria is producing good coaches. نص التايم السؤال بيقول حضرتك مدربهم كويس جدا. وفاء ستيف هو بيسال جنسيته ايه؟ فاستاذ محمد ثابت قال له جزائري. فبيقول لا انا بحسب صحفي. صحفي؟ ايوه اسف. From Serbia؟ Yes. هو بيتكلم مع صحفي جزائري. He's a European coach. You can see he's got his tech. It's not important for me. No. Please make the questions related to this game. No, please. It's not Thank important you. For me. بقول مش مهم بالنسبه لي اعرف جنسيه المدرب. I'm not playing بخصم. Against the coach. انا مش بلعب قدام المدرب بخصم، انا بلعب قدام playing فريق. Against Satif. بلعب قدام فريق وفاء ستيف، ما يهمنيش جنسيه المدرب. And he's a very good coach. هو مدرب كويس. And he's brave. He's a very brave coach. وشجاع جدا. He didn't check the tactic even though there were one man less. حتى ما كان ماشي طريقه لعبه حتى ما كان بيلعب ناقص واحد. He played with three up front and six. كان بيلعب ثلاثه قدام وسته ورا. Because he wanted an away goal. كان عايز يجيب جون على ارض الخصم. And I think they could have got a goal, eh? وده كان ممكن يسجل جون. So he didn't change the tactic, he came exactly the way I saw it. ما هوش طريقة اللعب وزي ما حضرتك سألته وقال لك اه طريقة اللعب زي ما كان شافها ودرسها. And I heard him how he speaks about my team, it means he does a good homework also. وشفته ازاي بيتكلم عن فرقتي فعرفت انه عارف فرقتي، معناه انه عمل شغل كويس ودرسني كويس. But he's a good coach. درس فرقتي كويس قبل الماتش. بس هو مدرب كويس.